جميل جدا، واللي هيبقى موجود هيلبس تيشيرت منتخب مصر لازم يكون قد التيشيرت، ومفيش مش هنسمح ان شاء الله ان في حد يبقى موجود وهو متضرر ان يلبس تيشيرت منتخب مصر، وكله باحترام، وبنحترم الجميع، وبنحترم اللاعبين المحترفين الداخليين والمحترفين خارج مصر، فكل واحد ان شاء الله كله مجموعه واحده اللي هيبقى موجود في الملعب بيشتغل بقلب، بيشتغل بروح عشان المنتخب. هنشيله، انا قلتها قبل كده في التصريح، هنشيل فوق دماغنا، انما احنا لو انا وحسام ما فيش اي مشكله ولا اي حاجه مع اي حد، سواء في المجموعه، في المنظومه كلها، سواء لاعبين، سواء اعلاميين. والحاجه كمان الكويسه اللي انا برضه عايز اكد عليها، المنظومه الاعلاميه لو سمحتوا عايزين يبقى فيه تكاتف، مش عايزين تخليص ولا عايزين حاجه، ولا حد عنده في قلبه حاجه ولا اي مشكله في دماغه، احنا خلاص كلنا دلوقتي مصريين في بعض، فلازم نشيل بعض. ما كانش احنا نشيل بعض، هنشيل واحد، هنشيل الغريب، هنشيل الاجنبي، ما خلينا نشيل بعض عشان احنا بنعمل انجازاتنا كلها بالمصري بايدينا احنا. فاتمنى ان شاء الله يبقى المنظومه الاعلاميه في ظهرنا، وان شاء الله المنظومه كلها نبقى روح واحده زي ما قلت.